المشهد الأول، أنهار وقتية ناتجة من ذوبان الثلوج أمامكم. المشهد الآخر، شلالات وقتية فوق جبال أراكاز أمامكم. المشهد الآخر اللي راح نعرضه عليكم، مخيم للرعاة أيضا فوق الجبال أراكاز. مشهد الأخير أمامكم. أما بخصوص منتجات الأحبار، الجبن الطبيعي الطازج رفضه. جبن طازج هذا صور. المشهد الآخر، مشهد الثلوج وارتفاع الثلوج أمامكم. الأمطار وشفت الثلوج، الربيع أمامكم.